ما عم افهم شو هي مشكلتك. مصرياتنا واملاكنا لاولادنا، اذا بنكتبهم باسمهم او باسم زوجاتهم شو الفرق؟ اصلا انت شو فارقه معك؟ ما رح تفهمي ليش عم حاول امنعه لبراكاش. خلي يمرق شويه وقت. نانديني لسه اليوم تزوجته لسيد هارت، ما فينا نوثق فيها. تقعد هون كم يوم ومع الوقت رح تبين على حقيقتها وتدمر هاي العيله. مرت عمي اذا بتريدي لا عاد تحكي هيك حكي فاضي قدامي مره ثانيه ابدا. لا تجبريني اني عاملك واغلط بحقك مثل غيرك، وشفتي شو صار لسيد راديشام وقت اللي حاول يهين كنتي قدامكن، وانا اللي تصرفت وعرفت كيف سكته. لا تنسي هالشي. عملتي ومشي الحال، اصلا عم تغلطي بحقي كل الوقت، وقلتي لي اني عم بستعمل اساليب من تحت لتحت. وانت شو واقف عندك وعم تطلع علينا هيك كأنه ما دخلك بالموضوع؟ مانك ناوي تحكي معاه؟ شو بدي إلا أمي؟ أنت اللي غلطتي بالأول. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.